بصي بقى، موضوع في غايه الاهميه، ومفيش بيت، مفيش شخص تقريبا ما بيمرش بقصه ان انا اوقات اصحى مش قادر اعمل حاجه، ورايا مشاغل، ورايا حاجات، ورايا التزامات، وعلى كل الاعمار، يعني اطفال وكبار في السن وغيره وغيره. فالمشكله اصلها ايه؟ وبعدين نروح للحل هيكون عامل ازاي؟ مشكلة نقص الطاقة ونقص المناعة، ما انت لو انا مناعتي قليلة برضو طاقتي قليلة، مرتبطين فعلا قوي. طبعا كده. طبعا لازم عشان اعلي طاقتي لازم اعلي مناعتي، ولازم اعلي حاجة اسمها التمثيل الغذائي. ايه هو التمثيل الغذائي؟ اللي هو سرعة الايض او الميتابوليزم بتاع جسمي، يبقى الحرق بتاعي يبقى عالي. طيب مشكلة هو ده ليه علاقة بحرق الدم؟ أبا كان بجد والله ده مش سؤال، مش لا حرق أزر. الدم ده قصة تانية. أصل حرق الدم لا، أنا عايزة أحرق الدهون مش حرق الدم. أنا عايزة أحرق دهون مش عايزة أحرق دم. بتحرق دم وبيخس برضه، دي غريبة صح؟ بس أنا مش عايزة أخس بحرق الدم وأعصاب وتفكير وضغوط نفسية. صح، لا دي حقيقة. أنا عايزة أخس وأنا مبسوطة. دي حاجة. طيب التمثيل الغذائي ازاي اقدر اعلي سرعه الحرق بتاعتي، وازاي اقدر اعلي الميتابوليزم بتاعي؟ بكذا فيتامين. يعني كتير مننا لو عمل تيست على الفيتامينز بتاعته هيلاقوا عندهم نقص في فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، وده المسؤول عن التمثيل الغذائي. والدراسات اثبتت ان فيتامين سي بيقدر يشتغل على حرق الدهون. يعني انا عارفه ان فيتامين سي بيعلي مناعة، بيعلي امتصاص الحديد، بيعزز لي الكولاجين. في دراسات حاليا اثبتت ان هو بيعلي كمان سرعة الحرق. فيتامين سي طبعا. اللي هو في الجوافة، في البرتقال، البرتقال والتوت والجواف بالظبط، هو هي الحاجات دي اللي فيها فيتامين سي، والبروكلي والخضار وكده. طيب ايه المكمل الغذائي المهم جدا، وانا بقول عليه من اقوى المكملات الغذائيه، ان انا لو اخدته النهارده وبكره هبتدي استعيد نشاطي اون ذا سبوت على طول، بحس ان انا عندي نشاط. وعلى فكره كمان يا نهاوند، اول ما بيبقى عندنا نشاط هتلاقي ان الدنيا عندنا فيري بوزيتيف. طيب ايه اقوى، او بالنسبه لي من اقوى المكملات الغذائيه؟ هو اي ال بي مالتي فيت، او اسمه الب مالتي فيت. هو الاقوى لانتاج الطاقه، لانتاج المناعه، الاقوى كضد اكسده، الاقوى في التمثيل الغذائي. وطبعا الصوره انا شايفاها على الشاشه دي صوره العلبه يا نهاوند، عشان انا ما عنديش بديل لألب مالتي فيت. ألب مالتي فيت فيه مميزات كبيره جدا، محدش يروح الصيدليه لو مش لسه مش متوفر في الصيدليه يطلع له بديل. لا انا ما عنديش بديل، وطبعا بقول للساده الصيادله اللي عايزين يوفروا ألب مالتي فيت عندهم، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله. وياخدوا بالهم من نقطه كمان، يعني ممكن حد يجي يعمل بديل بنفس الكومبوننتس او نفس الانجريدينتس او نفس المكونات بتاعت الفيتامينز، بس خلي حضراتكم بالكم من حاجه، ان مش هيبقى واخد تصريح من هيئه سلامه الغذاء. فهي القصه مش ان انا الاقي بديل فيه نفس الجرعه او نفس الفيتامينز، لا لازم يكون واخد تصريح. فدي نقطه مهمه جدا بيتميز بيها ألب مالتي فيت. طبعا طبعا من اهم المميزات على طول بقول ان ألب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات، فدي حاجه امنه جدا، ونقدر ناخده يا اما من الصيدليه يا اما عن طريق الارقام بتاعت شركه بايو ناتشرال المنتجه لاي ال بي مالتي فيت. والصوره اللي انا شايفاها دي مميزاته، الاعلى في تركيز الزنك. انا عندي الزنك داخل ألب مالتي فيت 23.9، ده اعلى تركيز للزنك. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك المعده على فكره بتحب الزنك جدا. ليه بقى؟ هي المعده من اكتر المعادن اللي تخلي المعده كفاءتها عاليه، وحموض الهضم مثلا، والهضم والحموض بالظبط، الهضم والامتصاص وكل الحاجات دي. فالزنك مهم قوي وقتها. الزنك مهم جدا لشعري، الزنك مهم للضوافر، الزنك مهم جدا للمناعه. على طول بنقول مناعه يعني فيتامين سي وزنك. الزنك مهم جدا للرجال لانه بيدعم الخصوبة. طب الحديد، مفيش فيتامين مسؤول عن الحديد في ألب مالتي فيت؟ انا ما عنديش حديد في ألب مالتي فيت، لكن عندي فيتامين سي. فيتامين سي. طب مفيش اي؟ عندي فيتامين اي كمان. ممكن اقول ان فيتامين اي موجود داخل ألب مالتي فيت. واشمعنى بقول فيتامين اي؟ لانه الاعلى كضد اكسده. كلنا جسمنا بيتعرض للاكسده، كلنا الاكسده يعني تعجيز بدري بدري. لو وشي اتاكسد وشي هيبتدي يجعد، ولو شعري اتاكسد شعري هيقع، لو خلايا جسمي اتاكسدت هتبقى مشكله. بس يعني ايه؟ معلش عشان انا دي مش فاهماها. يعني هو طبيعي، كنت قلت لنا قبل كده ان الجسم بيتاكسد ده يوميا. طبعا. ده واحنا قاعدين مش واخدين بالنا، فانا المفروض اخد
اجراءات معينه أنتي. حاجه انتي بقى بالظبط بالظبط. من اقوى الفيتامينز كانتي اوكسيدنت اللي هي بتضحي بنفسها وهي اللي تتاكسد وتسيب لي الخليه سليمه. طبعا في دراسات كبيره علميه اثبتت العلاقه بين الاكسده وبين لا قدر الله السرطان، لان الاكسده دي بتبوظ لي الدي ان اي بتاع الخليه بتاعتي، فبيجي فيتامين اي يمنع الاكسده دي. ففيتامين اي مهم جدا. وعايزه اقول كمان الحلو في قلب مالتي فيت ان في فيتامين اي وسي بيحميني من اشعه الشمس الضاره. يعني احنا دلوقتي الشمس رهيبه بشعه وعندي الالترا فايلت اي وبي بيأثروا جدا على الجلد عندي. فلازم اخد قلب مالتي فيت ان اخد الحلو من الشمس اللي هو فيتامين د واتجنب الوحش من الشمس. طب ودي هنعملها نقف في الشمس بقى هنعمل ايه يعني؟ ما صعبه برضه لا يعني. احنا بقى طبعا داخلين على صيف وهنروح ساحل وهنروح حاجات، مهم ان انا احط الصن بلوك بتاعي على جسمي او وعلى وشي واخد قلب مالتي فيت عشان احمي نفسي دايركت. طيب الصوره اللي انا شايفاها دي للساده الصيادله، الكود بتاع المنتج اللي هو ELP مالتي فيت موجود، ده الكود المنتج بتاعنا عشان لو الدكتور الصيدلي محتاج يوفر قلب مالتي فيت، عنده عملاء كتير عايزين ياخدوهم الصيدليه يقدر يوفروا، يكلموا بس الشركه المتحده للصيادله وبيوفر لهم المنتج عندهم في الصيدليه. كويس جدا.